معاليك اليوم بعد ما شفنا هذه النقاشات والسجالات الكبيرة والملفات العلقة بالدولة اللبنانية، برأيك البلد لوين رايح اليوم؟ هلا ما لا شك فيه انه يعني بتأسف اقول انه ما عم بمجلس الوزراء في لدى هيك بتحس انه في انعدام للمسؤولية الوطنية للوزراء عن مصير البلد. لا مش لكل الوزراء طبعا، لبعض الوزراء. وفي الغالب عليها هي عملية المناكفات وعملية التعطيل وعملية التفتيش عن معارك وبطولات وهمية ولو كان على حساب البلد والمصلحة العامة. هاي اليوم الجلسة كانت نموذج عن فشلنا في إدارة البلد، لأنه ما في رئيس جمهورية ولا في قدرة أن نتخذ قراراتنا ولا في قدرة أن نعمل تصويت على القرارات وعلى القضايا المطروحة. وبالوقت اللي انه في مسعى دائم انه يكون في توافق على القرارات اللي بدها تتاخذ. غياب رئيس الجمهورية بيعطل الدولة، ولازم يتركوا للناس انه اذا كان الهدف تعطيل الدولة نجحوا في تعطيل الدولة. بالرغم كل الجهود اللي عم بذلها دولة الرئيس سلام واللي نحن عم نعاونوا فيها الحقيقة، بس تسير امور البلد في صعوبات كثيرة. بعتقد انا قد يكون ما يجري هو لازم يكون حافز ودافع لكل القوى السياسية تدرك خطورة ما يجري إذا عطلت انتخابات رئيس الجمهورية، ولازم يكون حافز للقوى المعطلة لنصاب انتخابات رئيس الجمهورية إنه إذا استمرنا هيك الانهيار رح قدامنا وإني بيتحمل مسؤوليته. شكرا عليك.